المونديال مع عبد العزيز السلوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا، حياكم الله في حلقة جديدة من برنامج المونديال، وحياكم أنا عبد العزيز السلوم من الإعداد والتقديم لهذه الحلقة. متابعين معاكم المونديال ومباريات المونديال والمباريات القوية والمفاجآت والأشياء الجميلة فيها المونديال اللي قاعدين نشوفها حتى الحين. قبل دقائق انتهت مواجهة كوستاريكا وصربيا بفوز صربيا بهدف دون مقابل سجله ألكسندر كولاروف من فاول جميل جدا في مرمى نافاس، كان صعب على نافاس، وانتهت المباراة بفوز صربيا، فوز ثمين لصربيا في هذه المباراة. المباراة الجاية في نفس المجموعة راح تكون البرازيل وسويسرا الساعة 9 إن شاء الله. المباراة اللي بعد برنامج المونديال مباشرة الساعة 6 راح تكون ألمانيا والمكسيك. مبارتين والله قوية، ومبارتين يعني الواحد يتحفز انه يشوفها، خاصة انا بالنسبة لي متحمس اشوف ألمانيا والمكسيك، لانه المكسيك يعتبر ند قوي لألمانيا، ما راح تكون سهلة على ألمانيا خاصة اللي شفناه من ألمانيا في المباريات الودية، وان كانت ألمانيا دائما عندها كلام كبير في المباريات الرسمية يختلف عن اللي تشوفونه في الوديات. الوديات عبارة عن تدريبات بالنسبة لألمانيا، وهذا يعني فيه إثباتات كثيرة شفناها. فراح نشوف ألمانيا شو تسويها، اللي تستمر على نفس النهج اللي عودتنا عليه، ولا المكسيك راح يكون لها كلام ثاني. بالنسبة للبرازيل وسويسرا، يعني سويسرا منتخب محترم له كل التقدير، لكن البرازيل أظهرت قوة كبيرة، نجوم يعني ينهون المباريات دون أي صعوبات بقيادة نيمار في هذه المباراة. راح تكون المهمة أعتقد سهلة على المنتخب البرازيلي. خلينا نقول لكم تشكيلة ألمانيا اللي راح يبدون فيها المباراة. مانويل نوير في حراسة المرمى، كيميتش، بوتينغ، هوملز، ومارفن في الدفاع، توني كروس، سامي خضيرة، أوزيل، مولر، دراكسلر في الوسط، وفي الهجوم وحيدا فيرنر، تيمو فيرنر في الهجوم. هذه تشكيلة فريق أو المنتخب السويدي في عفوا الألماني في هذه المباراة. في المقابل منتخب المكسيك يدخل هذه المباراة بتشكيل مكون من أوتشوا في حراسة المرمى، جاردو، مورينو، كاسترو، وسالسيدو في الدفاع، هيكتور هيريرا، وكوادرادو، وأيضا كارلوس فيلا، لوزانو، ليون، في ميغيل ليون في الوسط، وفي الهجوم تشيشاريتو، خافير هرنانديز راح يتواجد في خط الهجوم في هذه المباراة. بالتوفيق للفريقين، إن شاء الله يمتعونا ونشوف مباراة كبيرة ومباراة قوية مثل ما تعودنا. أيضا مباريات الأمس كان هناك أربع مباريات. فرنسا فازت على أستراليا 2-1، غريزمان من ركلة جزاء، وأيضا هدف التعادل لاتا أيضا من ركلة جزاء من جدناك لاعب منتخب أستراليا. بوغبا نفذ تسديدة على المرمى وكرة لب جميلة على المرمى، دخلت المرمى واحتسبت بتقنية الفيديو، لكن الفيفا حسبها مش البوغبا، حسبها لمدافع المنتخب الأسترالي عزيز بيهيتش، لتصبح النتيجة 2-1 للمنتخب الفرنسي. فوز صعب جدا للمنتخب الفرنسي. الدنمارك فازت على البيرو بهدف دون مقابل. تعادل مثير كان بين أيسلندا والأرجنتين بهدف لهدف، ميسي ضيع ركلة جزاء، وهذه كانت وهذا كلام كان كلام الناس بالتأكيد لما يضيع ميسي ركلة جزاء في
وفي هالمناسبة مونديال وأمام منتخب أيسلندا راح يكون في كلام كبير وكثير، وسبقها أيضا رونالدو مسجل هاتريك ومسجل بلنتي وفاول، فيعني ضغوطات كبيرة بين هالنجمين يتصدرها طبعا رونالدو يتصدر المشهد الآن. وكرواتيا أيضا في المباراة الأخيرة أمس فازت على نيجيريا بهدفين دون مقابل. المباراة كانت عادية، ظهر فيها أيضا المنتخب النيجيري بشكل عادي، غير يعني ما فاجأنا، ما كنا متوقعين شيء كبير، وبنفس الوقت ما فاجأنا بمستوى يعني مميز. الهدف الأول احتسب جول لكرواتيا أيضا عن طريق إيتوبو مدافع نيجيريا، ولوكا مودريتش سجل الهدف الثاني من ركلة جزاء. إذن هذه هي مباريات الأمس، راح نرجع لكم على المجموعات وترتيب المجموعات وآخر الأخبار بإذن الله، بالإضافة إلى تغطية لمباريات اليوم وتشكيلة المنتخب البرازيلي، راح نكون إن شاء الله إذا صدرت أثناء البرنامج راح نقول لكم إياها، أو على الأقل التشكيلة المتوقعة. ولكن نستأذنكم نروح للفاصل قصير، وبعد المونديال مع عبد العزيز السلم. يا اهلا وسهلا فيكم مستمعين الكرام في برنامج المونديال، رجعنا لكم بعد الفاصل مستمعينا. وحتى اليوم خلينا نذكر لكم ترتيب المجموعات اللي لعبت. المجموعه الاولى طبعا روسيا تتصدر بثلاث نقاط، الاورجواي بثلاث نقاط، ثم المنتخب المصري ومنتخبنا بدون اي نقاط. في المجموعه الثانيه هناك ايران تتصدر بثلاث نقاط، ثم البرتغال بنقطه واحده، واسبانيا ايضا بنقطه واحدة، والمغرب دون نقاط. فرنسا تتصدر المجموعة الرابعة بثلاث نقاط، الدنمارك معها أيضا بثلاث نقاط، وأستراليا والبيرو دون نقاط. في المجموعة الخامسة كرواتيا تتصدر بثلاث نقاط، أرجنتين وأيسلندا بنقطة، ثم نيجيريا بدون نقاط. اليوم لعبت صربيا وتتصدر المجموعة بثلاث نقاط، كوستاريكا راحت للمركز الأخير مباشرة لأنها طبعا خسرت المباراة وما سجلت أي أهداف في هذه المباراة، لكن مباراة البرازيل وسويسرا أيضا يعني ستحسم الموقف من يكون بجانب المنتخب الصربي، أما الخاسر سيكون بجانب كوستاريكا بكل تأكيد. إذن هذا ترتيب المجموعات. يعني خلينا نقول يا جماعة أنه دائما يقولون الخسارة بواحد مثل الخسارة بخمسة، أوكي. في بعض الناس يختلفون على الموضوع هذا، أنه والله إذا خسرت بواحد معناته أنك مؤدي مباراة كبيرة، إذا خسرت وهذا اللي خلاك أنك ما تخسر إلا بهدف، وممكن هالهدف كان غلطة ولا شيء، وقدرت تحافظ على مرماك يعني باقي الدقائق باستثناء، وخلينا نقول باقي 89 دقيقة باستثناء الدقيقة اللي جاء فيها الهدف، وهذا شيء يحسب لك، هذا شيء يعني انك انت قدمت مستوى كبير. لكن لما تخسر بخمسة ثلاثة أربعة معناته انه الهدف توزعت على دقائق المباراة، معناته انك انت كنت سيء طوال المباراة. هذا ما ظهر عليه بالتأكيد منتخبنا، وهذا ما ظهرت عليه باقي المنتخبات اللي خسرت بهدف، خاصة منتخب المغرب اللي خسر في الدقائق الأخيرة، وأيضا منتخب مصر اللي خسر أيضا في الدقيقة 89 بهذا الهدف، وهذا يدل على أنه قبل ذلك كانوا مقدمين مستويات. لكن يعني أنا ما أدري، منتخب مصر واجه منتخب الأورجواي، منتخب الأورجواي يعتبر أفضل من المنتخب المصري على الورق وأيضا على أرض الملعب بوجود النجوم كبار على مستوى عالي. لكن لما تخسر إيران، لما تفوز إيران على المغرب، والمغرب نعول عليها كثير، نظير النجوم اللي متواجدين فيها، قلنا في حلقة سابقة عندهم 21 لاعب محترف في خارج المغرب، فقط اثنين يتواجدون، أحدهم حارس ثالث والثاني مهاجم هو الكعبي، يتواجد في هجوم في الدوري المغربي. وإن كان الكعبي أيضا لاعبين مميزين، عنده 10 مباريات و11 مباريات دولية و11 هدف دولي مع المنتخب المغربي. ثم تخسر من المنتخب الإيراني اللي أيضا يتواجد عنده محترفين في الخارج، لكن ما يقارنون أبدا بالمنتخب المغربي. هذه أحد المفاجآت، هذه الأحد يعني المباريات اللي لا يمكن أن نقول أنه المنتخب
المغربي أدى فيها بشرف في هذه المباراة. كنا نتمنى وننتظر منه أن يفوز. عموما خلصنا منتخبنا ومنتخب المصري ومنتخب المغربي، ننتظر الحين المنتخب التونسي. صحيح تنتظر مهمة كبيرة وصعبة قدام المنتخب الإنجليزي، لكن يعني نشوف إيش اللي راح يحصل في هذه المباراة. أيضا المنتخب التونسي عنده مهمة صعبة مثل ما هي عند المنتخب المغربي. المنتخب المغربي كان يعني كنا نقول إنك لو فزت على إيران خلاص يعني على الأقل الأمور بتصير، تقدر إنك تأدي مباراة كبيرة قدام البرتغال وأسبانيا تخرج بتعادل حسب مستواك في هذيك المباراة. لو خسرت ثنتين ما حد بيقول لك شيء، لأنه أنت تلعب قدام إسبانيا والبرتغال، لكن أن تخسر من إيران ماذا ستفعل أمام إسبانيا والبرتغال؟ زي اللي قلنا لمنتخبنا، لما تخسر من روسيا ماذا ستفعل أمام الأوروغواي والمنتخب المصري؟ أيضا تونس عندها المنتخب الإنجليزي، المنتخب الإنجليزي مش منتخب سهل، عندها منتخب بلجيكا أيضا في المجموعة، وبالإضافة إلى بنما. خلينا ما نقلل من بنما، بنما أيضا من المنتخبات يعني اللي تخدعك أحيانا، يخدعك الاسم وقد تنتصر عليك بسهولة إذا استهونت فيها. لكن عموما يعني بما أن تحدثنا عن كل هذه المواضيع، تابعنا ردة الفعل الأخرى من اللاعبين أنهم تعهدوا على تقديم مستويات مميزة لاعبي منتخبنا الوطني في المواجهتين المتبقية أمام الأوروغواي وأمام مصر. قلنا يعني في الحلقة اللي جت بعد مباراة روسيا أنه خلاص إحنا ما عاد نتمنى، أنا بالنسبة لي ما عاد أتمنى أنه يحققون شيء، ماني متفائل بشيء، لكن ننتظر مفاجأة في مباراة أوروغواي ومصر، ننتظر ردة فعل تحديدا في مباراة أوروغواي، لأن إذا, إذا 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 لم يظهروا بالمظهر المشرف وردة الفعل الكبيرة في مباراة الأوروغواي، ما أعتقد أنهم راح يظهرون بشيء أمام منتخب مصر، ولا يهمنا أصلا في المباراة الأخيرة أن يظهروا بأي شيء بعد الإخفاق في المباراة الأولى والثانية. مستمعينا بنروح الفاصل قصير، وبعد الفاصل متواصلين معاكم، واللي حاب شاركنا على 011-268-4488 شاركونا براءكم، شاركونا بتوقعاتكم لمباريات المونديال. المونديال مع عبد العزيز السلوم. يا أهلا وسهلا فيكم مستمعينا في برنامج المونديال، اللي حاب يشاركنا بتوقعاته وآراءه عن بطولة المونديال وكأس العالم 2018 في روسيا، يتصل على 011-268-4488. هذا بالنسبة لرقم الاتصال. متواصلين معاكم، وذكركم بس اللي التحق فينا الحين أنه في مباراة الساعة 6 بين ألمانيا والمكسيك، مباراة قوية ومنتظرة أيضا، وبعدها الساعة 9 مباراة البرازيل والسويسرا. خلونا نأخذ أول اتصال ونقول ألو. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام، تعرف عليك معك منصور الحارثي. حياك الله يا منصور. الله يسلمك يا حبيبي. منصور، كيف تشوف مباريات أو كيف شفت مباريات المونديال حتى الحين؟ والله يعني المباريات يعني كبداية نقول موفقة بإذن الله عز وجل. تابعت مباريات المنتخبات العربية؟ أي تابعت أنا، نعم للأسف يعني منتخبنا كان يعني حبط أمالنا ولكن الحمد لله على كل حال. وش تتوقع يسوون في مباراة الأربعاء أمام الأوروغواي؟ يوم إيش؟ أقول المباراة الجاية المنتخبنا قدام الأوروغواي، وش توقعاتك لها؟ والله توقعاتي بإذن الله عز وجل 2-1 المنتخبنا؟ منتخبنا 2-2. نعم. إن شاء الله، نقول إن شاء الله يا رب. إن شاء الله يا رب. شكرا لك يا منصور، الله يعطيك العافية. أيضا نأخذ اتصال جديد ونقول ألو. يا هلا، مس النور، تعرف عليك؟ أحمد الزهراني. حياك الله يا أحمد، تفضل يا أحمد. الله يسلمك. بنتكلم عن المنتخب بس يعني. أي قول. تبغى نتكلم عن أي شيء؟ المنتخب والله فشلنا صراحة. أي.
وما راح يقدم شيء. ما تتوقع انه يكون في ردة فعل يعني؟ لا مستحيل، شفاني يكفي. ليش طيب انت ما عندك يعني اي يعني لا اي عمل؟ قاطع كل شيء يعني انت مرة يعني روسيا ما نقول منتخب ضعيف، لكن كان مستواها مش ولا بد، كلها يلعبون على اخطاء يعني. هو شوف يعني هو خلينا نكون واقعين يعني حجم الخسارة يعني 5 هي المزعجة جدا وهي اللي ضايقتنا كثير، مو أي خسارة، لكن باقي مباراتين يعني ما انتهى المونديال، باقي مباراتين. يا أخوي مصر خسرت بشرف في الدقيقة 88، ما في خسارة، احنا نقول انه ممكن ما فيش اسمه خسارة بشرف، هي الخسارة واحدة بس ان نفصل فيها بالمستوى. والله انا قدمت مستوى عبد العزيز، المنتخب ما قدم شيء يا أخوي. اي انا ما قدم شيء انا تو قلتها، وش قلت انا يا احمد قبل شوي؟ اقول لك انه لما تنهزم بخمسة معناته انك طول 90 دقيقه قاعد تاخذ اهداف ومستواك سيء، لكن لما تنهزم بهدف معناته انك انهزمت في الهدف اللي تسجل في هالدقيقه فقط، لكن 89 دقيقه انت موجود. هذا كلامنا قبل شوي. فانا اقول لك صراحه محمد العويس كان افضل من عبد الله معيوف، رغم انه هلالي لكن محمد العويس كان افضل. هو أكيد راح يكون في ردة فعل من المدرب على مستوى التشكيلة، ونتمنى أنها تكون من اللعيبة برضو إن شاء الله. والمغرب ما قصرت برضو يعني، بس يعني أخذتها بالحظ. نعم والله المغرب تزعل، المغرب تزعل يا أخي، منتخبهم قوي يعني، منتخبهم قوي وكنا نتوقع منهم أكثر من ذلك، لكن خلاص إذا أنت بتخسر من إيران كيف وش بتسوي قدام برتغال وإسبانيا؟ والله قوي. أنا شايف المنتخبات تقدم ولا تفوز، أنا شفت نيجيريا أمس ما شاء الله قدمت ولا فازت، ما أدري كيف، ما أدري والله. يعني عموما هو شوف في المونديال احنا ما احنا في دوري، في المونديال خلاص انت في النهايه بتقدم مستوى وبتطلع، بتخسر بتطلع زيك زي اللي خسران 10-0 اكيد. انا ماني مأمل صراحه في المنتخب، صراحه ماني مأمل. طيب نقول ان شاء الله انهم يعكسون، انا معك ترى، بس نقول لهم ان شاء الله انهم يعكسون امالنا ويحققون نتائج، هذا اللي ننتظره منهم. احنا نبغى اللي نبغى كذا بس. طيب يعطيك العافيه احمد، شكرا جزيلا لك. ايضا معنا اتصال، نقول الو. مساء الخير. يا هلا مساء النور، تعرف عليك. الله يسلمك. عبد العزيز صح؟ عبد العزيز معك، بس نبغى نعرف انت مين، نتعرف عليك ان شاء الله. اول شيء تحيه لحاتم البدراني، معك نعيمي الشرقية. حياك الله، حياك الله يا غالي. أنا بس أستاذ أبو سعود أبغى أفهم هذا اللي طلع الآن، إن منتخبنا ما هم محتاج الكلمات السلبية، هذا محتاج كلمات إيجابية. وأبغى أقول له إن أندية أو منتخبات رفعت كأس العالم كذا مرة، ومن ضمنها البرازيل. أنا من شوية كان النقاش مع جيسي كرم في بانوراما، فلا يقعد يضرب كلام، لان المنتخب لا شوف انت لا تلوم احد، ممكن احنا نقول لا ما الوم. تعطيني مجال اي قول، ما معطيك المجال تفضل. الله يسلمك. فهذا المنتخب نسى، هو هذا اللي تكلم، نسى اسيا، نسى كذا مره كاس الخليج، وقلنا منتخبنا ايجابي لابعد الحدود. ومصر يوم انهزمت ترى في واحد جابت لها ضغط نفسي في الدقائق الأخيرة. زين، فمعهم محمد صلاح، وفي برازيل وغير البرازيل شالت كاس العالم كذا مرة وانهزمت. اي بس احنا نعيم نتكلم عن الاجيال، يعني احنا معك انه منتخبنا حقق 84 88 96 بطولة اسيا، لكن هذا جيل راح وما جاء جيل بعده يحقق بطولات قارية. يعني اللي موجودين قمم فيهم الخير والبركة، والله فيهم الخير ونتمنى، بس احنا مصدومين من المباراة الأولى، فبالتالي يعني واللي سبقها أخوي نعيمي قبلها من تفاؤل وتوقعات وتمنيات، وبعدين يعني ظهرون بالشكل هذا. عشان كذا لا تلوم أحد إذا زعل وقال كلام أو شيء. بقول حق هذا اللي طلع من حقه انه يعبر عن رأيه، مثل ما أنت من حقك تعبر عن رأيك. إن شاء الله في كأس العالم ذا اللي تشوفه بإذن الله منتخبنا بيجيب أشياء إن شاء الله نسمع.
احنا نرفع نرفع هدفنا رفع راية المملكة العربية السعودية في هذا المحفل الكبير بما بأداء مشرف وناجح وانتصارات هذا اهم شيء، ما يهمنا نكسر خشوم احد ولا شيء، ما يهمنا. شكرا لك. وانت تشرف في ياسر ومحمد الابراهيم في اكيد الله يوفقهم ويرجعهم لنا بالسلامه. شكرا لك. شكرا لك اخوي، كان معنا نعيمي من المنطقه الشرقيه. مستمعينا متواصلين معكم، خلينا نروح لهذا الخبر. ما ادري ايش اسميه، هو تكتيكي ولا طريف، من معسكر المنتخب الكوري الجنوبي. يقول لك انه قاعدين يسوون طريقه عشان يربكون المنافسين. كيف؟ انه والله اللعيبه في التدريبات قاعدين يلبسون ارقام غلط، يعني مو كل واحد اللي رقم 10 قاعد يلبس رقم 2 واللي رقم 2 قاعد يلبس رقم 8 كذا، يعني متبادلين للارقام علشان اللي يراقبون التدريبات. مدرب المنتخب الكوري شين تاي يونغ قال في المؤتمر الصحفي انه احنا سوينا كذا لان المنتخبات الاوروبيه قاعده تتابعنا، وهذا احد الاسباب نبغى نربك المنتخب السويدي. يعني ما ادري صراحه، لكن يعني هل انه اصحاب الارقام هذول فعلا يعني مميزين لدرجه اننا نخفي عنهم او تخفي عنهم او تخفي هويتهم عن المراقبين لك للمباراة؟ ما ادري صراحه. للتدريبات. سوت هيونغ مين او سون هيونغ مين عفوا مهاجم منتخب الكوري الجنوبي لبس 4 قمصان باربع ارقام مختلفه في التدريبات، وهو اخطر اللاعبين المنتخب الكوري الجنوبي. يمكن قصده انه يخفي التكتيك اكثر، تكتيك اللعب مثلا او اسلوب اللعب، انه والله هيونغ مين راح يلعب وحيدا في الهجوم، ولا راح يلعب مساند الهجوم، ولا راح يلعب على الطرف ويلعب باكثر من مركز. ممكن هذا شيء جائز، لكن والله حرص زايد عن اللزوم. وننتظر ونشوف منتخب الكوري الجنوبي امام منتخب السويد ايش راح يسوي. منتخب قوي لديه نجوم ايضا محترفين في اوروبا على مستوى عالي. مستمعينا بنروح الفاصل قصير، وبعد الفاصل رجع المونديال مع عبد العزيز السلوم. يا أهلا وسهلا فيكم مستمعينا من جديد في برنامج المونديال، ونجدد الترحيب فيكم وأيضا مع المباراة اللي على وشك البداية. يعني نذكر اللي التحقوا فينا الآن بتشكيلة المنتخب بين مانويل نوير في حراسة، طبعا هي مباراة ألمانيا والمكسيك الساعة 6 راح تبدأ. مانويل نوير في حراسة المرمى، كيميتش، بواتينج، هاملز، مارفن في الدفاع، كروس، خضيرة، أوزيل، مولر، دراكسلر في الوسط، وفارنر في الهجوم، تيم فارنر. هذا بالنسبة للمنتخب الألماني. كان في كلام على أوزيل أنه يلعب ما يلعب، مو عشان الإصابة، عشان مشكلة يعني ولقاء مع رئيس تركي، وهذا الشيء اللي زعل الجمهور في المباريات الودية عليه وعلى غوندوغان. لكن الموضوع هذا ما هو موجود عند لوف. أوكي، موجود عند الجمهور لكن يتعامل مع لوف باحترافية كبيرة، وموجود طبعا على رأس أهم خياراته بالنسبة للمنتخب. في منتخب المكسيك، أوتشوا في حراسة المرمى، في الدفاع جيراردو، مورينو، كاسترو، سالسيدو، في الوسط عندنا هكتور هيريرا، ليون وكوادرادو، في أيضا لوزانو وكارلوس فيلا، وفي رأس الحربة يتواجد خافير هرنانديز الشهير بتشيتشاريتو. متابعة ممتعة للجميع. المباراة اللي بعدها الساعة 9 راح تكون مواجهة منتخب البرازيل أمام منتخب السويسري. التشكيلة المتوقعة
أنها تكون في هذه المباراة. أليسون بيكر في حراسة المرمى، ميرندا وسيلفا، دانيلو ومارسيلو في الدفاع، باولينو، كاسيميرو وكوتينو في الوسط، وأيضا في الهجوم 4-3-3 طبعا نتكلم على جابريل خسوس ونيمار وويليان في الهجوم. هذه بالنسبة لتشكيلة المنتخب البرازيلي المتوقعة ليست رسمية، المتوقعة في مواجهة سويسرا. نواصل أخبارنا. يعني الكل شاف مباراة إسبانيا والبرتغال والخطأ اللي صار من ديخية، وكان في خطأ قبله في مباراة ودية. كل جماعة زعلانين في إسبانيا على ديخية رغم أنه من أفضل الحراس في العالم وليس في إسبانيا فقط، لكن صحيفة ماركا أجرت استفتاء بعد نهاية المباراة وقال الجمهور أنه يبغى الحارس كيبا بدلا عن ديخية في مباراة ثانية. التصويت جاء طبعا على كيبا 49% اختاروا، 41% اختاروا ديخية لمواصلة الحراسة رغم الخطأ. بالنسبة لأفضل لاعب في المباراة كان بالنسبة لهم الأسبان دييغو كوستا أفضل لاعب في مباراة البرتغال، ورغم أنه كان ناتشو مقدم مستوى جيد وسجل هدف جميل إلا أن الجمهور قاعد طالب بمشاركة كارفخال في مباراة إيران بعد يعني تعافي من الإصابة. مدير منتخب مصر إيهاب الهيطة تكلم عن المصابين وأيضا على اللي طلعوا من المباراة الأولى. المصابين هم طبعا محمد صلاح، طارق حامد، ومحمود حسن تريزيجيه، كلهم قال أنه يعني بالنسبة لصلاح هم اختاروا أصلا عدم المغامرة في أمام أوروغواي رغم أنه كان جاهز 100% بالنسبة لهم. بالنسبة لطارق حامد طلع الشوط الثاني قدام الأوروغواي عشان كان عنده كدمة في الظهر، تريزيجيه كان عنده إجهاد عضلي أيضا في الدقائق الأخيرة مباراة. لكن السيد إيهاب قال أن مباراتنا مع روسيا راح تكون حياة وموت، اللاعبين عارفين الشيء هذا والفوز ضروري لمواصلة المشوار. بالنسبة لسؤاله عن التحكيم قال أنه ما يخشى تحيز التحكيم، يقول الحكام كلهم أثبتوا جدارتهم في المونديال حتى الآن وما عندهم أي شكوك حول موضوع التحكيم. شيء جميل عجبني صراحة قبل أن نطلع الفاصل، ماريو جودز رغم أنه مستبعد من قائمة المونديال إنه قاعد يشجع منتخب بلاده، وقال أنه يطالب على تويتر، حتى كتب أنه طالب زملاء أو بالنجمة الخامسة، وما قاعد يتكلم عن مباراة المكسيك، قاعد يقول لهم لازم تحققون النجمة الخامسة واللي هي البطولة الخامسة لقب كأس العالم الرقم 5. طبعا منتخب ألمانيا يدخل هذه البطولة وعلى قميصه 4 نجوم تمثل 4 ألقاب لكأس العالم، بالإضافة إلى ستندل اللي تم استبعده بسبب الإصابة. وقال أيضا كلام جميل أنه لازم تفوزون بالكأس وتجيبونه مرة ثانية إلى ألمانيا. مستمعينا بنروح الفاصل وبعد الفاصل راجع معك. المونديال مع عبد العزيز السلوم. يا أهلا وسهلا فيكم مستمعينا في الجزء الأخير من برنامج المونديال. نذكر فقط بمباراة اللي راح تنطلق بعد أقل من 10 دقائق تقريبا بين ألمانيا والمكسيك. ذكرنا لكم تشكيلة المنتخبين ونتمنى التوفيق للمنتخبين ومشاهدة مباراة جميلة. ديدي ديشام مدرب المنتخب الفرنسي تكلم بعد مباراة منتخب بلاد أمام أستراليا وقال أنه ما لعبنا بسرعة كافية، خط هجومنا ما كان جيد بالشكل المطلوب. هو ما كان سعيد حتى في كلامه ديشا عن المثلث الهجومي غريزمان وأمبابي وديمبلي. قال طبعا هم على الورق يعتبرون من أفضل اللاعبين لكن يبدو أن ذلك ما ظهر بالشكل الواضح أو بالشكل المطلوب من لدى المدرب ديشام، اللي قال أنه ما كان في يعني انسجام كافي بين الثلاثي. كان مفروض أن نلعب بشكل
بشكل أفضل، لكنه ديشام أشاد بمستوى البدلاء جيرو وماتويدي ونبيل فقير، وهذا الشيء ممكن خلينا نتوقع تبديلات في التشكيلة في المباراة القادمة. ديشام يعني يتكلم أيضا عن بول بوغبا وقال أنه قدم مستوى طيب وهو لاعب رائع وإمكانياته هائلة. بوغبا دائما يقول ويكرر نفس التصريح، وصرح بعد مباراة أنه ما يهمني رأي الناس، أنا أقوم بواجبي، المدرب يثق فيني، الفريق يثق فيني، وأيضا الأشخاص اللي يحبوني وعائلتي يساندوني، هذا هو الشيء الأهم بالنسبة لي. ويقول الأمر كان معقد بالنسبة للمباراة، لما كنا نتوقع أنها تكون مباراة صعبة. مدربي منتخبي البيرو والدنمارك، طبعا الدنمارك فاز على البيرو بهدف، اتفقوا انه منتخب بيرو فعلا ما كان يستحق هذه النتيجة، وكان يستحق افضل منها على الاقل التعادل قياسا بالمستوى اللي قدمه في المباراة امام الدنمارك. منتخب بيرو سيطر على مجريات اللعب ويعني نفذوا يعني وسددوا تسديدات على المرمى، وكان يعني حارس كاسبر شمايكل قدم مستوى كبير في هالمباراة. ريكاردو غاريكا مدرب منتخب بيرو قال انه ما عندي شيء اقوله للعيبة اصلا، لانهم قدموا كل ما عندهم، ما اقدر اتذمر من النتيجة او أي يعني او حتى المستوى. لقطة جميلة الآن على الشاشة للمنتخب الألماني بقيادة مانويل نوير الذي غاب فترة طويلة جدا عن المنتخب، والآن يعود ليقود منتخب بلاده من جديد في حراسة المرمى، ويعني بالمناسبة يعني من حظ وحسن حظ الألمان أنه حتى لو ما عاد نور، هو نور مصدر أمان كبير للمنتخب الألماني، لكن حتى لو ما عاد كان موجود تير شتيغن اللي قدم مستوى ممتاز جدا مع برشلونة، هو معروف من الحراس المميزين. يقول غاريكا مدرب منتخب البيرو أنه النتيجة ما تعكس تماما اللي صار في الملعب، احنا ما نستحق الخسارة. وبالمناسبة طبعا البيرو كانت مشاركتها بالأمس تاريخية، لأنها تشارك للمرة الأولى في المونديال خلال آخر 36 عام، وكان الجمهور يحتفل بهذه المشاركة والتواجد حتى في المباريات الودية، شاهدنا أنه كان يتنقل الجمهور البيرو في مع منتخب بلاده. أيضا المباراة شهدت مشاركة باولو غريرو اللي شارك في كأس العالم بعد ما حصل تأجيل عقوبة تعطيل المنشطة، شفناه أيضا شارك في المباراة الودية. أوجي هاريدي مدرب المنتخب الدنماركي قال أنه منتخب بيرو فريق مذهل، يعني أمريكا الجنوبية طريقة لعبهم سريعة للغاية، هم يستحقون نتيجة أفضل، ولكن هذه كرة القدم. وطبعا قال كلام كبير وجميل على شمايكل اللي حافظ على نظافة شباكه للمرة الخامسة على التوالي مع المنتخب الدنماركي. إيجو أسباس اللاعب الأسباني مهاجم منتخب الأسباني تكلم ومدح كريستيانو رونالدو على هدفه الثالث، وقال عنه أنه ما توقعت أنه رونالدو يسجل هدف من ركلة حرة، توقعت أنه راح تضرب في حائط الصد، لأنه ما سجل كثير هذا الموسم مع ريال مدريد، لكن الهدف كان رائع جدا. أسباس قال أنه أنا سعيد ولكن كنا نستحق أكثر من هذه النتيجة، ما توقعت أنه أكون في المونديال، لكن أعطوني الثقة واستدعوني للبطولة. ويقول كنا نعرف أنه البرتغال ما راح تكون مواجهتهم سهلة، أول ربع ساعة كنا متفوقين ورجعنا النتيجة سجلنا 3 أهداف، نهاية الأمر هو تفادي الخسارة والحفاظ على فرص التأهل. عن دييغو كوستا قال نقدم مباراة رائعة وساعد المنتخب تسجيل هدفين، ولكن بعض الأحيان كرة تكون في صالحك وأحيانا لا. لكن أسباس تكلم عن خطأ دخية وقال هو واحد من أفضل حراس العالم، أنا مندهش من اللي طالبون بتغييره، لازم نهدى شوي، ولأنه كاسيا فون دخية سبق أنه أنقذنا كثير. طبعا اللي التحق بنا الحين احنا تكلمنا عن هدف بوغبا في مرمى
استراليا، وانه هل احتسب لبوجبا او لا، هو احتسب اون جول هدف عكسي عن طريق عزيز بهيتش بعد ما ارتطمت الكرة بالعارضة واجتازت خط المرمى. الفيفا لم يحتسب الهدف لبوجبا، انما احتسبه لخطأ في مرمى المنتخب الأسترالي. إذن يعني بعد العودة طبعا لتقنية الفيديو تم احتساب الهدف. بوجبا قال أنه أهم شيء هو الفوز بالمباراة الأولى وتحقيق الثلاث نقاط. يقول أنا محظوظ أني ساهمت تسجيل الهدف في مرمى أستراليا. المدير الفني طلب منا أن نسوي أشياء كثيرة المباريات المقبلة، وقال أنه أنا تحولت من أغلى لاعب في العالم إلى أكثر لاعب يتم انتقاده في العالم. في كلام كثير صراحة، في أخبار كثيرة ودنا نتكلم فيها، لكن أدركنا الوقت ووصلنا للختام، ختام برنامجنا أو حلقتنا لهذا اليوم. عندنا حلقة جديدة بكرة إن شاء الله، راح نكون متواصلين معاكم مع آخر النتائج وآخر الأخبار من المونديال وفي برنامج المونديال. في الختام تقبلوا تحياتي، أنا عبدالعزيز السلوم، ألقاكم على خير. المونديال مع عبدالعزيز السلوم.